هذه هي الطريق الرئيسي، الشارع الرئيسي على ديك القهوة ديال مكيطاح. وهنا لا، قول سبحان الله، شو شو الماكلاية، كلشي موجود أصاحبي. البومبا يلا جد السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو ان شاء الله تتمه ديال الفيديوهات ديال افران. المهم بدلنا الطريق ديالنا، ما رجعناش ما بين افران والحاجب، قلبنا على ازرو، كنا ناويين غنباتوا في ازرو. عيطنا لواحد السيد على الكرة، قال لنا اجي وراه كاين 200 درهم عادي صافي. ودزنا حنا الازرو، قلنا ازرو غندوزو على جبل هيبري ونهبطو على البلاصه اللي فيها القروده وداكشي نشوفو. الساعه ما كتبش، الطريق مسدوده بالثلج، وكنا غنمشيو للميشليف حتى هو لقيناه الجبل ديالو مسدود، الطريق ديالو مسدوده، يعني ما عندكش الخيار الا تدوز للمدينه ديريكت وتجي بحالك. المهم ملي جينا الازرو ما فيهاش الثلج، الثلج ما بينه وبين ما بين الثلج والمدينه غير كيلومتر، راه هو الثلج كيبان لك والمدينه ما طايحش فيها سبحان الله العظيم. والبلاصه اللي ما فيهاش الثلج فيها البروده اكثر من البلاصه اللي فيها الثلج. بحال دابا الحاجب بارد بزاف، خرجنا دابا على ازرو البروده ديال بصح، وازرو فيه البروده، وافران واخا فيه الثلج ما فيهش ديك البروده اللي كاينه في ازرو. سمحوا لي. المهم ما بتناش الدراري ما استعدوش مزيان، ما داوش معاهم الصبابط بالزايد وداكشي، فسقوا ليهم رجليهم وبردوا بزاف صافي. هي قلنا دوزنا النهار مزيان رجعوا، درنا القهوه ديالنا، جلسنا ارتحنا مزيان. المهم المنظر راه ما تسخاش تخرج، البنايات اللي كاين في الشوارع ديال ازرو وداك الشكل البنيه خاص ديال المدن ديال الثلج خاص. المهم كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وكنجدد التحيه ليكم ولجميع المتتبعين المشاركين وغير المشاركين، كل شيء كنشكروا بزاف. وما تنساوناش من اللايك ديالكم، الله يحفظكم، شكرا. بغيت نشير بان راه دابا السبعه ديال العشيه اللي كتشوفوا دابا في هذه اللحظه هذه.